حمام الشوفان. الشوفان معروف بالخصائص المهدئه تاعو ومضاده للالتهابات. كي نديروها في حمام الماء ما يكون تياد ماشي سخون بزاف وماشي بارد بزاف، راح يخلق بيئه لطيفه تهدئ الحكه هذيك وتساعد على تمنع تهيج الالتهابات، تهيج الجلد. كيفاش نديروه؟ هذاك الشوفان لازم نحيوه مليح، نرحيوه في الميكسور وما نخلوه يديح، نزيدو نرحيوه ونخلوه يديح، نزيدو نرحيوه كيف كيف، ومن بعد نجوزوه في الكسكاس باش تكون عندنا فريمون بودره خفيفه، لازم تكون هذيك البودره رقيقه بزاف. نديروها في الماتياد ونستحموا بها ولا تحموا الطفل تاعكم بها، تقعدوا لمده 10 دقائق ولا 15 دقيقه، راح فريمون يفابي سي هذيك الحكه. وثاني المكونات الطبيعيه تاع الشوفان معروفه بلي تخلق حاجز وقائي في البشره اللي راح يساعد البشره على الاحتفاظ بالرطوبه وراح يمنع ثاني التهابات الجلد. عندنا ثاني طرق حلول وغض اخرى، منها بيكربونات الصوديوم اللي نقدروا نديروها في الحمام، وكاين ثاني خل تفاح اللي نقدروا نستعملوه ثاني في الحمام تاعنا. خل التفاح كيف كيف معروف بال عنده خصائص مضاده للالتهابات ومضاده للبكتيريا. كي نديروها في الحمام تاعنا في الماء يكون تياد راح ينقص من الحكه، وثاني راح ينشف البثور بسرعه، هذاك الحب هذوك لي زامبول تاع البوشوكه ينشفوا بالخف. دونك مليح بزاف كيف كيف نديروه لمده 10 15 دقيقه كذلك. وثاني الخل التفاح معروف ثاني باللي عنده البي اش يساعد على تعديل البي اش تاع البشره، دونك دوكو واش راح يدير؟ راح يسرع في عمليه علاج البشره. وثاني كاين لالوفيرا جل صبار، جل صبار يلابز دونك يرطب ليدرات يخفف من الحكه، يعاون ثاني في سيكاتريزاسيون تاع الحب، دونك ينحي الندوب هذوك وينقص من الالتهابات. هادو شفنا دوكا الحلول اللي تساعد برينسيبالمون على تنقص من الحكه، تهدئها ترطب اكسيتيرا. ثاني من بعد كاين اللي يقعدوا دي سيكاتريس، دونك دو بريفيرونس ما نخبشوش كي يخرجوا لنا هذوك البثور. بون دراري صغار كاين اللي ما يعرفوش، من الاحسن تقطعوا لهم مليح تفرطيهم باش ما يخبشوهمش باش ما يقعدوش سيكاتريس. مي اوكاو باسكو مام الكبار يجوهم ثاني دوكا بوشوكا ماشي غير دراري صغار، اوكاو الا قعدوا شويه سيكاتريس واش نديروا؟ نقدروا نعالجوهم بلا فيتامين او. لا فيتامين او عندها خصائص مضاده للاكسده، دونك راح تعاون في عمليه علاج البشره وفي تجديد البشره باسكو تغذيها بزاف. وثاني راح تمحو لا كولور اللون هذاك تاع الندبات. عندنا لا فيتامين او نستعملوها دو فوا بار جور دو بريفيرونس، تقدر تكون صوف هكذا ولا فورم جيل، ولا ميم الا ما لقيتوهاش في صيدليه تشو لي دوا فيتامين او هذوك لي كابسول تحلوهم وتجبدوا جيل اللي فيهم وتابليكيهم على وجهكم ولا الا كاين في الجسم كذلك. ثاني نقدروا نستعملوا العسل، العسل ثاني يسيكاتريز تري بيان، هذه معروف. فوالا جيسبيغ يكونوا